حياكم الله من جديد. تشهد السعودية تحولا وطنيا وتطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة وشتى المجالات، ولعل منها ما يرتبط بقطاعات الترفيه، السياحة والرياضة. فخلال سنوات قليلة استطاعت المملكة تنظيم مهرجانات وفعاليات عالمية تصبح معها وجهة سياحية دولية وبيئية استثمارية واعدة وجاذبة أيضا لرؤوس الأموال. عن صناعة الفعاليات في السعودية، هذا هو موضوعنا اليوم في يا هلا. واستضيف معي للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ عبد العزيز المقيطيب، الرئيس التنفيذي لشركة آد لتنظيم المعارض والمؤتمرات. حياك الله معنا أستاذ عبد العزيز، شكرا لتلبية الدعوة. الله يعطيك العافية، حياك الله أخي. الله يحييك. خلينا نبدأ معك من يعني سؤال عام بشكل عام. احنا نتكلم عن آثار اليوم مست تقريبا كل القطاعات، كل الاقتصاديات في العالم. واحد من أهم القطاعات يمكن اللي تأثرت هي صناعة الفعاليات. صحيح. احنا ما حنا بمعزل عن العالم. أبغى أسألك بشكل خاص، إلى أي مدى تأثرت صناعة الفعاليات في السعودية بأزمة كورونا؟ طبعا السعودية والمنطقة هي جزء، زي ما ذكرت، هي جزء من العالم. التأثير كان تأثير عالمي، يعني في فعاليات صار لها تقريبا 20 و30 و40 سنة توقفت أثناء فترة كورونا، وهذه ما سبقت توقفت. يعني مثلا إذا ما تكلمنا مثلا عن فعاليات رياضية أو فعاليات أيضا ترفيهية وثقافية توقفت، بالإضافة للمتاحف والمعارض والأشياء القائمة. طبعا تأثير الفعاليات، يعني أعتقد حسابها بدقة محتاج يعني أنه نحسب كل الأثار المباشرة والغير مباشرة. طبعا عشان يعني نحسب الفعاليات نشوف تأثيرها أيضا في الناتج المحلي. تأثير الفعاليات في الناتج المحلي، طبعا تأثير في تأثير مباشر وغير مباشر، من المواصلات والفنادق والسكن والمطاعم والأشياء اللي تتأثر في وجود فعالية في منطقة أو في مدينة ما. طبعا كل هذا من الصعب يعني حسبه بطريقة دقيقة، ولكن هي لا شك أنها تأثرت وأيضا صنعت فرص جديدة في المعارض والفعاليات. اليوم لأي مدى أنتم تحتاجون وجود توقعات حقيقية من قبل جهة موثوقة تزودكم بأرقام تجاه صناعة الفعاليات؟ احنا قبل 10 سنوات ما كان عندنا مفهوم صناعة الفعاليات زي ما هو موجود اليوم. من المسؤول اليوم عن وجود هالنوع من الدراسات اللي يساعدكم باتخاذ القرار؟ يمكن الهيئات او الهيئات المشرعة للفعاليات والمؤتمرات محتاجة ان يكون عندها مراكز إحصائية تعطي هذه الأرقام. طبعا يعني في المواسم السعودية في الفعاليات الترفيهية اصدر اكثر من موسم يعني أرقام إحصاءات في حجم الاستثمار، حجم الشركات اللي شاركت، حجم أيضا الفرص الوظيفية اللي يعني هيئت للشباب السعودي وكذا. طيب في جانب ثاني، أنت ترى أنه قطاع الفعاليات عموما عندنا في السعودية هو قطاع جاذب للاستثمار؟ طبعا بكل تأكيد أخوي جمال. طبعا الفعاليات في مدن في العالم، يعني ناهيك عن العلا إذا ما جبناها كمدينة عالمية، كمية الاستثمار اللي وصل اليوم للعلا في فارق كبير بينه وبين العام وقبل العام، وفي فارق أيضا في أرقام أيضا محفزة للسنوات القادمة. أقصد أنه اليوم حتى في مجال المطور العقاري، المستثمرين والتجار في مجال العقار تغيرت نظرة المشاريع أو الفرص العقارية بناء على الفعاليات، أو صار عندهم فرصة أخرى للاستثمار في قطاع الفعاليات من خلال تهيئة البيئة، من خلال يعني إيجاد فرص أيضا أو مشاريع ترفيهية في هذا الجانب، بالإضافة للمشاريع العقارية اللي عندهم. أيضا هي لها تأثير مباشر في استحداث الوظائف. اليوم الفعالية يحتاج التحضير لها أحيانا سنوات، أحيانا سنة ونص تقريبا تحضير الفعالية. سنة ونص معناته محتاج فريق عمل ضخم، معناته فرص جديدة مين موجودة في السابق. اليوم أنا استحدثت فرص، وهذه الفرص راح تصنع خبرات، راح تصنع خبراء في البلد متخصصين في هذا الجانب. نعم، هي يعني جاذبة، وبالعكس بل إنها تطور المحتوى المحلي في البلد. هي جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لكن بالمقابل صح أسألك، يعني جذبها للاستثمارات الأجنبية هذا شيء إيجابي وسلبي لكم. السلبي فيه إنه المنافسة بتكون عالية بالسوق،
لأي مدى اليوم الشركات المحلية أو المؤسسات المحلية المعنية بالفعاليات جاهزة لمنافسة شركات الفعاليات من خارج المملكة؟ ونحن نتكلم عن الشركات المستثمرة طبعا. صح، أصدقك القول أخوي جمال أنه طبعا وجود الشركات الأجنبية هذا طبعا يعني محفز لكل شركة يعني حاب أن ترفع جودة الخدمات اللي عندها، لأنه اليوم بطلت المنافسة محلية، صارت المنافسة عالمية. اليوم مثلا مشروع معين أو فعالية معينة تلقى اللي ينافس فيه شركات محلية وشركات أجنبية، فحتى العميل صار قدامه فرص أو في خيارات كثيرة في هذا الجانب، بل أن تحفز الشركات المحلية في أن تقاتل من أجل أن ترفع مستوى أو جودة الخدمة أو التجهيز من أجل منافسة هذه الشركات. ولكن يعني في الجانب الآخر محتاجين أيضا أن احنا نوقف مع الشركات المحلية في لتحقيق استدامة في هذا القطاع. محتاجين اليوم الجهات الحكومية أو الشركات الكبرى في تنظيم أو اللي عندها مشاريع تنظيم فعاليات أو مستثمرة في هذا المجال محتاجة أن تعطي مساحة للشركات المحلية وتفرض عليها شروط وجود الخبراء الأجنبيين، وجود الخبرات المحلية والأجنبية. محتاجين هذا الدعم، خلنا نقول التمكين والفرصة اللي نمنحها للشركات المحلية بحيث أنها يعني ترتقي للمستوى والطموح اللي احنا نوصل له. أنتم تبحثون فقط عن التمكين في جانب ماذا؟ في جانب التشريعات، في جانب التمويل، في جانب الكوادر البشرية، في ماذا بالضبط؟ محتاج التمكين في أنه تمكين ترسية مشاريع من أجل أيضا أن يعني نستثمر. اليوم الجهة الحكومية محتاجة تستثمر مع جهة أو جهتين من الشركات المحلية في تنظيم الفعاليات أو تنظيم المعارض، أو أيضا المستثمرين المحليين في أنهم يعني يرفعون، لأنه الفرصة اليوم موجودة في الفعاليات فرصة ضخمة جدا. واليوم ما أنا بتكلم لك عن الواقع، اليوم الواقع محفز جدا، ويعني إذا ما تجاوزنا هذه الأزمة، ولكن المستقبل يعني يعتبر يعني أكبر بكثير جدا من الواقع. لأنه تكلم مثلا عن مشروع، واحدة من المشاريع الترفيهية مثلا زي مشروع القدية، تكلم عن 30 مليون زائر راح يحققها في 2030. 30 مليون زائر، هذا يتكلم عن يعني تطوير كامل للبنية التحتية، من فنادق، من شقق، من مواصلات، من أشياء كثيرة راح يستهلكها. اليوم مثلا نفس الطريقة الفورمولا 1 اللي أعلن عنه في جدة 2021، اليوم هذا بيحقق فرص كبيرة جدا وضخمة. فالقطاع واعد في الواقع وفي المستقبل أيضا. طيب أنا بسألك عن يعني حسب الأرقام، هناك فعاليات في الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة بمبالغ يمكن تقارب 26 مليار في السنوات العشر المقبلة. لأي مدى إذا نحن جاهزين اليوم؟ الشركات المحلية جاهزة؟ السؤال اللي يطرح عن مدى الجاهزية أيضا، وش الجاهزية اللي نتكلم عنها؟ نتكلم عن الدعم اللوجستي لهذا القطاع، هل هو موجود فعليا في قطاع الفعاليات عندنا؟ هل نملك الأسس هذه لتأسيس قطاع فعاليات كفؤ قادر على التعاطي مع هالفعاليات من النوع؟ يعني أعتقد واحدة من الأشياء التشريعية محتاجة إلى تصنيف الشركات والجهات، محتاجة أيضا شركات الفعاليات محتاجة أيضا، هذه نقطة جوهرية. ولكن اللي محتاجه ايضا، هل احنا جاهزين اليوم؟ نعم، في شركات محليه جاهزه، في شركات قديمه صار لها 10 سنين و12 سنه و15 سنه في المجال، حتى على مستوى الشركات الترفيهيه. اللي يحتاجه في الشركات هذه يمكن مو الدعم المادي، شركات داخليه محتاجه الخبرات، وايضا محتاجه ثقه المسؤول او ثقه الجهه فإن تسلم هذا المشروع أو هذا الملف لشركة محلية وتفرض عليها ستاندر يعني أو مثلا يعني هدف. ليش تكرر موضوع الثقة؟ شكلكم تعانون من الثقة مع الجهات. هي طبعا يعني اليوم واحدة من الأشياء الأساسية اللي ممكن مثلا عندي مؤتمر أو معرض وكذا، أحتاج فيه خبرات أجنبية وأحتاج يعني كوادر محلية. فاليوم اليوم من السهل جدا انه مثلا تعمد شركه اجنبيه او تعمد مثلا مؤسسه اجنبيه وتفرض عليها مثلا وجود كوادر محليه. ولكن الافضل لو قلبنا المعادله وقلنا هذا الشركه المحليه نفرض عليها وجود خبرات فريق عمل، لانه انت اليوم كل معارض، كل الشركات المعارضه والفعاليات في العالم تعتمد، حتى الشركات المسجله في سوق الاسهم البريطاني والامريكي في شركات يعني مساهمه عامه.
ولكن تحصل مثلا عدد الموظفين فيها 50 100 200، ولكن في كل فعالية تلقى يزداد عدد الموظفين إلى 200 300 500، اللي هم يجيبونهم اللي هي الوظائف المؤقتة أو مثلا العمل اللي مرتبطة بمشاريع معينة مؤقتة مرتبطة بمشاريع. فهي أنت اليوم تكوين فريق العمل هذا محتاج الخبراء فيه. فأنا اليوم لو عكست المعادلة وطلبت مثلا من الشركات المحلية، أنا مثلا كجهة يعني حق أو مثلا جهة لديها مشروع أو لديها مثلا معرض أو مؤتمر وكذا، أن تجي تستثمر أو تثق في الشركات المحلية أنها قادرة على أن تطلع. كل الشركات المحلية الموجودة سافروا وشافوا معارض وشافوا فعاليات في العالم وقادرين وعندهم وسائل تواصل على مستوى العالم، فمحتاجين فقط أن يعني نساهم حنا وإياهم في بناء البلد. لو تكلمنا عن الفعاليات، يعني الذكاء الاصطناعي، الروبوت واستخدام التقنية الحديثة في الفعاليات هو عامل مهم جدا خلال الفترة المقبلة. هل تمتلك أيضا شركات المحلية اليوم هالتقنية المتقدمة لتنفيذ وإنشاء فعاليات مختلفة ونادرة من نوعها؟ هل تعتقد أنها ميزة تنافسية بالنسبة للشركات الخارجية، لذلك هي تأخذ دائما يعني السبق والنصيب الأكبر من كعكة الفعاليات؟ صح طبعا. يعني احنا بعد انا يعني ما ابالغ اذا قلت ان الشركات المحليه عندهم اطلاع وعندهم كذا، ولكن في جزئيه مهمه جدا، فهم الثقافه وفهم التاريخ وفهم الارث والموروث والاشياء هذه اللي يقراها يعني الشركات المحليه والجهات اللي عايشه هنا في البلد وصار لها فتره طويله في قراءته وطريقه اظهاره للعالم الخارجي. اليوم واحده مثلا من الاشياء الاساسيه انه يعني في بداية الأزمة طرحنا مشروع ملقى، هذه منصة للفعاليات الافتراضية. طبعا نظمنا فيها تقريبا أكثر من 4 فعاليات، ما بين طبعا ميزة الافتراضي أنه طبعا متاح للعالم كله. في أول فعالية شارك معنا تقريبا 7000 زائر من 56 دولة في العالم، وكان يتكلم عن مناعة، وكان بالكامل يتعيش تجربة زيارة الفعالية بالكامل عن طريق لو سويتها واقعية يمكن ما جاك 200. صحيح صحيح، حتى على مستوى المتحدثين يعني كان الهدف أن نحقق أكثر من 40 متحدث، ولكن يعني تعدينا هذا الرقم لأنه متحدثين أيضا بعد راح عليه الطيران والسفر والسكن والأشياء هذه، فيعني أضفى للمؤتمر يعني محتوى بجودة عالية. إذا احنا نبغى ناخذ برضو اليوم مستهدفات الرؤية، احنا نتكلم هنا عن مستهدفات لها ارتباط كبير جدا وتقاطع كبير جدا مع الفعالية. جودة الحياة، اليوم نتكلم عن جودة الحياة كأحد البرامج اللي تستهدفها الحكومة من خلال إنشاء عدد من الفعاليات والأنشطة لتحسين جودة الحياة. لأي مدى احنا اليوم شركاتنا المحلية وحتى مؤسساتنا المحلية التي تصنع الفعاليات هذه وتخلق الفعاليات قادرة على مواكبة هالمرتكز؟ يعني اليوم أخي جمال يعني محتاجين عد ما يعني نعول كثير يعني، ولكن محتاجين قد الشركات المحلية هذه 10 مرات تقريبا عشان نحقق هذا الهدف. وش يمنعنا؟ ما يمنعنا، هو يمنعنا يعني أرجع أقول لك، أنا يمنعنا أنه إحنا نثق أنه اليوم أنا عندي هدف وفي عندي شركة أو مستثمر عنده نفس الهدف في أنه يصنع بلد. نعم. وأنه يساهم في تحقيق. اليوم كل واحد منا، كل تاجر من التجارة وكل مستثمر في 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 مجال الفعاليات أو غيره، هو مشارك ومساهم في صناعة في 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 تحقيق هذه الرؤية. فحتى كل واحد في مجاله. فاليوم الشركات نفس الطريقة، اليوم الشركات عندها الهدف وعندها الطموح وعندها الإمكانات في أنها تساهم في بناء برنامج جودة الحياة. يتكلم عن أكثر من 50 متحف و9 فعاليات رقمية وحوالي 18 فعالية رياضية، وتكلم عن أرقام يعني طموحة جدا وكبيرة، وهذه محتاجة تكاتف الجهات اليوم الحكومية بالإضافة للشركات المحلية القادرة يعني قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع. لو رحنا للجانب الثاني، وحنا هنا نتكلم عن جودة الحياة في تنفيذ الفعاليات، اللي لاحظ واحنا نتكلم هنا عن الفترة يمكن اللي سبقت كورونا والفترة اللي مقبلة يعني في العام المقبل إذا ما انتهت يعني هذه الغمة إن شاء الله، احنا عندنا فعاليات وعندنا رؤية وتوجه لتنفيذ فعاليات كبيرة على مستوى إقليم وحتى على مستوى دولي.
لكن هذا شيء مبسر. احنا اليوم بالرياض وبجدة حتى بالعلا نتحدث عن فعاليات عالمية، لكن البنية التحتية عندنا غير جاهزة. هل هذا يعتبر تحدي بالنسبة لكم، وكيف راح تعالجونه؟ إيه تجهز أخوي جمال، تجهز مع الوقت. إيه تجهز مي بسوالف، هي إيه لا تجهز مع الوقت يعني. تجهز اليوم إيه؟ اليوم إطلاق اليوم الفعاليات اللي صارت في 2016 البنية التحتية غير الفعاليات اللي صارت في 2020. الفرق إنه في بعض المدن يعني في بعض المدن ما فيها مساحات مخصصة أيضا مخصصة للفعاليات، ولكن مع ذلك إلا أن وجدت مواقع وجدت أماكن وتم تهيئتها في شهر وفي 20 يوم وفي 35 يوم، جهزت مواقع ضخمة جدا لإقامة هذه الفعاليات. مثلا إذا ما أخذنا مثال مثلا موسم جدة كان في فعالية في شاطئ أبحر، بعدين اليوم يعني راح يتنفذ مشروع ضخم جدا في هذيك المنطقة. فاليوم يعني كوننا أن نبدأ الفعاليات كلها، طبعا النظام أو النظام اللي تبنى فيها الفعاليات هي نظام التجهيز المؤقت، فأنا اليوم ممكن أجهز بالكامل منطقة كاملة وتقام فيها الفعالية، وهذا اللي يصير أيضا حتى في دول العالم. يعني تجهز الفعالية في تلقاها في أسبوع أو في 20 يوم جهز الفعالية كاملة، لكن هذه التجهيزات ودوام واستدامة الفعاليات يصنع أيضا فرصة للمستثمر والتاجر في أنه هذا المكان، مثل ما أنه زي ما قلت لك اليوم كل شركات العالم في الفندقة والسياحة جاية وقاعدة تستهدف مشروع عمالة، تستهدف مشروع البحر الأحمر، مشروع العلا. ليش؟ لأنه شافت في فرصة، صار في عدد زوار، صار في أرقام أصلا نقدر نتكلم فيها مع العالم. طيب خلينا نروح للجانب ثاني ومنحة آخر، هو عن العاملين أو القوى البشرية اللي تعمل في 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 القطاع. من بداية العام وتحديدا مع بدء جائحة كورونا تأثرت قطاعات كثيرة، وتحديدا تأثرت وظائف كثيرة. لديكم في قطاع الفعاليات كيف تعاملتوا مع القوى البشرية؟ وش التدريب اللي كان موجود لهم؟ وش نوع الأعمال اللي كانت تسند لهم؟ طبعا يعني قطاع الفعاليات مر يعني في طريقين، اما انه يعني استسلم لهذه المشكله وفي فعلا مشكله عالميه ومن حقه اصلا انه يقرر يقول انا وقفت خلاص وما عندي حل، او في جهات يعني خلينا نقول انها اكثر ذكاء واستثمرت لكن في طريق يعني خلينا نقول مختلف. اليوم احنا بطبيعتنا نحب ان نروح ونجتمع ونقابل، كورونا منع هذا الشيء، ولكن في خيارات كثيرة. يعني احنا مثلا طرحنا منصة الفعاليات الافتراضية وهذه كانت متنفس اخوي جمال. يعني انت اليوم تحضر فعالية بتقابل الشخص، لانه هذه المنصة تعطيك جولة كاملة، تتعرف على الموجودين، تتبادل مثلا بزنس كارد، تتعرف في معرض، توقف وتاخذ جولة وتاخذ المعلومات، اذا في بروشور تقدر تحمله عندك بالجهاز وتقدر تدخل عليها من جوالك ومن كذا، فتاخذ يعني التجربة كاملة في هذه الفعالية. طبعا هذا يعني فريق ضخم جدا اشتغل عليه، حتى في اوقات الحجر كان كل واحد في بيته وكانوا شغالين في تشغيل المؤتمر والمتحدثين والمحتوى واوراق العمل والاشياء، وكان كله اونلاين. وش عن البرامج التدريبيه؟ هل كان في برامج تدريبيه وقتها؟ طبعا احنا طرحنا الفتره هذه طرحنا برنامج، طبعا طول الفتره كنا محتاجين يعني عمل عن بعد، وطرحنا يعني مجموعة برامج في التوظيف. يمكن أبرز البرامج اللي طرحناها وبرنامج خطى، وهذا يستهدف الخريجين من خريجين القطاعات طبعا من الجامعات السعوديين، طبعا يستهدف السعوديين الشباب والبنات من يعني خريجين الجامعات، سواء طبعا درجة البكالوريوس. ما نشترط خبرة، بل أنه يجي ويتعلم ويكتسب خبرة. طبعا مدة البرنامج 3 شهور، يأخذ عليها مكافأة، وأيضا يأخذ فيها يعني يتعلم مع مدرب متخصص في هذا المجال. كيف عديتوا الفترة؟ يعني الفترة الأولى تحديدا اللي كانت الأصعب من موجة كورونا. الأصعب زي ما قلت لك أخوي جمال، أصلا كنا يعني شغالين على منصة فعاليات افتراضية مباشرة، تقريبا في أول أسبوع من أبريل كان المؤتمر، مؤتمر مناعة، كان أول مؤتمر أونلاين يعني نعرضه. وش عن الدعم الحكومي؟ هل كان في دعم حقيقي لشركات الفعاليات؟ خلني من ساند، أنا أتكلم عن برامج توجه بشكل كبير جدا
زي ما قلت استدامة هذا القطاع، هل كان في برامج من هالنوع موجهة لكم في قطاع الفعاليات؟ والله طبعا البرامج كلها كانت مخصصة لكل الشركات، وأنا يعني صراحة عندي أصدقاء كثير برا السعودية وكذا ومستثمرين، فلما أعرض له بالضبط وش البرنامج برامج الدعم الحكومي اللي حصلنا عليها فقال لي أنك محظوظ يعني كونك سعودي وحظيت بهذه البرامج، دعم ساند بالإضافة للزكاة كثير، كان يعني مجموعة في حزم من الدعم اللي ما كان موجود في بلدان أخرى، بالعكس بل إن الشركات يعني في شركات ضخمة جدا كبيرة على مستوى العالم فلست وقفلت من أول شهرين في الأزمة. نعم قبل كورونا ليس كبعد كورونا، صحيح يعني العالم اختلف صحيح في كل شيء. اليوم احنا نتحدث عن قطاع الفعاليات كونه قطاع واسع جدا ما يشتمل فقط أو ما يمس فقط قطاعات اقتصادية مهمة مثل الترفيه والسياحة والرياضة بس، لكنه أيضا موجه بشكل آخر للمناطق وفئة معينة، وهذه فئة مهمة يمكن بعيدة شوي عن الفعاليات. هل راح نشوف قوالب جديدة للفعاليات في هذه المدن؟ مهرجانات المدن نتحدث هنا، نتحدث هنا عن المناشط اللي تقام بالمدن والمناطق الطرفية، هل سنشاهد شكل آخر من الفعاليات بعد كورونا؟ طبعا اختلف سلوك الفرد أثناء كورونا، اليوم اللي ما كان يستخدم التطبيق صار يستخدم التطبيق، اللي ما كان يجتمع يعني عن بعد صار في اجتماعات عن بعد، فاليوم اختلف صار عندك خيارات، أنت اليوم ما أنت مضطر أنك تسافر وتروح عشان تحضر مثلا مؤتمر أو فعالية، ممكن تشارك مثلا فيها أونلاين، فطبيعي جدا راح يختلف، راح يكون في دمج ما بين الفعاليات الافتراضية والفعاليات الواقعية، أيضا يعني حتى في يعني الاحترازات الوقائية أيضا صار الفرد حتى لو يعني تجاوزنا هذه المرحلة يظل السلوك يعني قائم في أنك تترك مسافة، المساحات اللي ياخذها في المكان، فطبيعي جدا يختلف أيضا طريقة تنظيم هذه الفعاليات وطريقة الترويج له، وأيضا يعني البنية اللي تنبنى عليها الفعالية لازم تراعي كل هذه الاختلافات اللي يعني لدى الفرد والمستهلك. أي مدى احنا قادرين مستقبلا على صناعة فعاليات داخلية بخبرات محلية؟ يعني بس برجع لك للنقطة الأولى، هل احنا قادرين بالفعل على صناعة الفعاليات بخبرات محلية فقط؟ طبعا يعني هذه يعني السعودية يعني أنشأت ونظمت وسوت وصار عندنا فعاليات ضخمة زي مثلا المواسم السعودية، جانا زوار من برا السعودية وجانا يعني أسماء مرة ضخمة كبيرة من يعني زوار من أوروبا ومن أمريكا ومن كل دول العالم، وأعتقد أننا مستمرين في هذا الجانب وعندنا طموح كبير في أن نحقق هذه تكاتفنا مع بعض. وش حجم القطاع الفعاليات اللي تشوفه مساهمته مستقبلا في الاقتصاد، مساهمته اليوم في التوظيف، مساهمته في خلق فرص عمل، مساهمته في إلى أي مدى هالقطاع قادر أنه يكون قطاع اقتصادي واعد وكبير جدا؟ على مستوى العالم في كل دول العالم يساهم في الناتج المحلي للبلد. اليوم يمكن احنا في الطريق للوصول هذا، أنه يساهم جدا بشكل مباشر في الناتج المحلي، الفعاليات، التذاكر اللي تنباع، المساحات التأجيرية، أيضا يعني كل الاستثمار اللي يقام في مثل هذه الفعاليات يحقق عائد، وأعتقد يعني مثل مواسم السعودية حققت عائد في وقت قريب جدا وسريع في هذا الوقت من العائد الاستثماري على هذا على المشروع. تشريعات القطاع تحديدا قطاع الفعاليات لأي مدى اليوم تسهم في، خلينا نقول أنها تعطيكم مرونة اليوم في الحركة في التنفيذ في عقد الشراكات، هل تحتاج هذه التشريعات إلى تطوير أكثر؟ هل تحتاج هذه التشريعات إلى رؤية الممارسات الأفضل ولا لا؟ مفترض أن احنا نخلق ممارسة خاصة فينا؟ محتاجة أعتقد، إذا يعني لازم نقسمها الترفيه والسياحة والفعاليات الترفيهية هذا جانب،
وجانب آخر اللي هو الفعاليات المعارض والمؤتمرات اللي هي فعاليات الأعمال. فعاليات الأعمال أعتقد أن الواقع يعني محتاج أن نوصل بشكل أكبر للطموح الموجود. يعني أعتقد أن محتاجين 3-4-5 فعاليات على مستوى العالم، يعني فعالية يستأنس فيها العالم ويزورنا عشانها. يعني محتاجين أسماء ضخمة جدا كبيرة، بحيث أن يعني فعاليات ضخمة جدا تستقطب العالم وتستهدف كل دول العالم، بحيث أن اليوم تكون هي مركز لزيارة، يعني تكون السعودية على الخارطة العالمية في زيارة مثل هذه الفعاليات. محتاجة فعاليات في الصناعة العسكرية، فعاليات في الفاشن، فعاليات في الصناعة التحويلية، في اللوجيستيكس. محتاجين فعاليات في هذه المجالات اللي أيضا تساهم في اقتصاد البلد وتدعم أيضا الرؤية. أنا سؤالي كان التشريعات، الأنظمة الحالية موجهة لقطاع الفعاليات، هل هي اليوم تحاكي احتياجاتكم؟ أعتقد تحتاج. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى شغل أكبر، تحتاج إلى جهد عشان نوصل لهذه المرحلة. الجهد اللي احنا نتكلم عنه اليوم، هل هو مفترض أنه يأتي فقط من القطاع الحكومي، ولا يفترض أنه يكون لكم مساهمة حتى؟ مفترض يكون في مساهمة، يعني ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الحكومي في إيجاد يعني حل وسط، أو خلنا نقول أنه تحسين هذه التشريعات. قبل يمكن سنوات كان قطاع الفعاليات ما يعتبر يمكن قطاع جاذب بالنسبة لكثير من السعوديين والسعوديات. تحدثت لي قبل شوي عن برنامج خطى، قلت انكم استقطبتوا يمكن اكثر من 7000 شخص. صحيح. ومنهم 350 قبلتوهم، بعدين 35 اخترتوهم. ليش اليوم يتوجه كثير من الشباب والفتيات القطاع الفعاليات؟ هل هو لانه مدر اكثر لدخل مادي؟ هل هو لانه هو تخصص وشغف اكثر؟ وش السبب اللي يخلي كثير من الشباب والفتيات يتوجهون له القطاع؟ طبعا هو قطاع واعد وقطاع خلنا نقول مزدهر الفترة هذه. أيضا يمكن العاملين في القطاع يجدون الفرصة في كمية المعلومات اللي يتعرف عليها ويبحث فيها ويطلع عليها، فهي يعني تساهم. أيضا يعني يمكن العائد النفسي والمعنوي في بعد يعني حضور عدد كبير من الناس والتفاعلهم مع الفعالية، يعني الشخص العامل في هذا القطاع يشعر بالسعادة يعني بعد كل هذا الجهد وكل هذا الشغل. فكثير من الشباب وشابات خبرات كبيرة، يعني أنا أتفق معك، الفترة القليلة الماضية صار في يعني خلنا نقول استهداف من قبل المتخصصين وكذا في انهم يدخلون في هذا القطاع، وانا يعني بالعكس احنا مرحبين جدا في هذا القطاع. الفعاليات والمعارض في داخله يعني دهاليز كثيره. اي مدى احنا اليوم بالسعوديه نمتلك اصلا المقومات الحقيقيه لقطاع الفعاليات؟ يعني هل احنا نحتاج اليوم لموردين لشراكات اكبر بهالقطاع، أو لا إحنا قادرين أنه نكتفي ذاتيا من شركاتنا المحلية لقيام هالصناعة؟ طبعا يعني ازدهار أي بلد هي في وجود خبرات يعني على مستوى العالم إذا فتحنا المجال، وأيضا هذا يتيح لنا فرصة في أن الشركات المحلية أيضا أو الجهات المحلية أيضا يكون عند المؤسسات والشركات يكون عندها يعني خلنا نقول نقل للخبرة والتجربة والأشياء. البلد غني في موارده، غني في مواقع التاريخية، في المواقع الأثرية، في المواقع المهيئة والجاهزة في أن تكون يعني سياحية ترفيهية. يعني شفنا مثلا في فترة الحج، لا ما أتكلم عن المواقع، أتكلم عنكم في القطاع. يعني اليوم أنت في قطاع الفعاليات تحتاج عدة شركات مثلا لتوريد شيء معين في هذا القطاع أو في هذا الاحتياج، وشركات معينة في هذا الاحتياج. هل احنا غطينا كل هالاحتياجات هذه داخليا، بحيث انك انت اليوم في شركة آد ما تحتاج تطلع الموردين خارج المملكة؟ طبعا يعني ارجع اقول لك انه في فرص في هذا القطاع كثيرة، وفي فرص ايضا للمستثمرين. وش نوع الفرص اللي نتكلم؟ الفرص مثلا في الخدمات اللوجستية، الفرص في الخدمات المساندة لقطاع الفعاليات، من التطوير العقاري الخاص مثلا. انا لما ذكرت مثلا المواقع والاشياء، كل هذه المواقع التاريخية والاثرية محتاجة على جنبات هذا المواقع
قريب منها يعني على مسافات قريبة منها هالسلسلة، يعني محتاج فنادق، محتاج مطاعم، محتاج أماكن يعني خلينا نقول موتيل، ومحتاج شقق، ومحتاج أشياء مواصلات، يعني محتاج هذه الخدمات اللي تخدم أيضا. أيضا محتاج يعني المستثمرين في التطوير العقاري في أنه يغير فكرة التطوير العادية في أنه يتحول مثلا إلى خلينا نقول يعني تحول الأراضي أو الأماكن الكبيرة إلى أماكن لإقامة الفعاليات. قبل فترة، يمكن باختصار بس، قبل فترة كان مجلس الشورى يناقش الاستفادة من مواقع المواطنين في المناطق السياحية والمواقع الأثرية. أنت كشخص متخصص في قطاع الفعاليات، تعتقد أنه هذا الأمر في حال تطبيقه سينعكس عليكم بشكل إيجابي، ولا لا ما ترى أنه له تأثير بشكل بالعكس كبير؟ بالعكس، جدا مهم، لأنه يعني اليوم في عندنا خطة يعني طموحة، وخلنا نقول يعني ميب طويلة الأمد، قريبة جدا، وفي عندنا أعمال محتاجين ننفذها الآن. فاللي محتاجين ننفذها الآن يمكن ما فيه أماكن أو مواقع أو خدمات جاهزة، فمحتاجين أن نجهز أشياء مؤقتة لحين أن تكتمل المشاريع اللي محتاجة 3 إلى 5 إلى 10 سنوات. فالفرص تكون للمجتمع المحلي أكثر. الفرص بتكون للمجتمع المحلي من إنشاء الفرص الاستثمارية، من إنشاء مثلا شركات، من تأجير مواقع، من كذا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز القطيب، الرئيس التنفيذي لشركة آل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، لكل هذه المعلومات والإيضاحات. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله فيما تريدون. آمين، يعطيك العافية. شكرا لك. الشكر. فاصل.